خويا كنت داخل لدارنا جاي تلقى الخصومة في التريبة مع الدورة دار بيت ندور لدارنا تلقى واحد الربعة ديال الأشخاص اللي هي مكونة مكونين أربعة بنت وأربعة ديال الرجال وضربوني بجنوية صرفقوني تعدوا على جاري ضربوه بالموس ضرب لي عز أحمد إوا تنطلبوا هاد السيدة هادي راه هاد السيدة راه ظلمات واحد الجارة هي الأولى ما عندها لا راجل عندها جوج البنات تعدات عليها وعاوتاني درت لهاد الناس هادو وتعدات عليهم ودرت فيهم كانوا دايرين فيها الخير ورطت لهم دابا بوم زوي اللي قالوا الأولين إوا تنطلبوا من السلطات تدخل وتسرع شي إن شاء الله ما يتح ما يكون لا شروح طحنا هنا فوسط التريبة ولا شي حاجة لحقاش هاد التريبة هادي ما عمرنا كنا تنعرفو تنتظرو نشوفو فيها اش كان فيها شي وساخ ولا شي حتي تخاسم ولا شي حتي داب ولا شي عائلة تزور عندنا هنا بحال الخوت الدار اللي بغيتي تدخل لها تندخلو ليها حنا عايشين بحال عائلة فوسط التريب كبرنا كنا تزوجنا هنايا والدين ولادنا هنايا تجد دخلت عندنا هاد السيدة هادي هنا الحكومة دخلتنا بواحد السياسة تاعت تحلون تحلونات على الجزر كلها وما تعرفت اش وقع لهم وراه تقرطت عليهم من صغر واحد وهما تيعانيو معاها في هذا المشكل هذا وتهمت لهم الدراري جاولهم بانهم تيشرفتي مخروها وجابوا الشرطه التقنيه العلميه وما لقاو لا بصمات جاولهم لا والو وتنطلبوا من السلطات يتسرعوا وينفذوا الاوامر جاولهم باش يلتقطوا القبض على هاد الناس هادو اللي تهجموا عندنا وتعداو هنا فوسط الساكنه تاع تريبلاي الزحمه وعاش الملك. المشكل هما فيه واحد الناس هادو عندهم نزاع مع واحد الناس يلاه سكنوا وهذوك الناس يلاه اللي سكنوا وقع نزاع يعني ولاو في المشاكل يعني ولاو في المشاكل المسائل وصلت السلطات يعني المسائل ملي تتوصل للسلطات ما بقاش لا شيء باقي يوقع هذا الشيء ودابا اللي تيضر في هذا الشيء كله الاخر هذا المشكل الاخر هذا المشكل الاخر هذا علاق تمشوا الناس ديكلاراو هادو اللي قالوا مظلومين مشاو ديكلاراو باقين في الكوميساريه دوروا واحدين اخرين قال لهم صيفطوا راه كاين زعما ما كاين اللي فرق ما كاين اللي تاع حاجه والسلطه تاخذ الحق ديالها في هذا الشيء هاد الناس كما شفتوا في الفيديو راه الحاله باينه وزيد كثر لهاد الحاله باش يجيو ناس من قنت اخر بالسلاح بسميته وفي الحجر حنا دابا لو بغيت تخرجي تقدا شي حاجه تتولي تهرف تنطلبوا خصها تتابع هاد الإنسانة هادي ويلقى القبض على كاع هادوك اللي جاو وتعطينا باتساق خصها ترحل من هاد الترم ما معروفش عليه هاد المستوى كاع. أوليدي أنا كنت في المحاميد دورت لدارنا مع 11 الصباح نقول لهم كي صبحتوا حتى تنسمع ويك وخواتاتي تيتغاوتوا قال لك راه طايح أكثر من نايت جري أجي الزيت جلاب تيجي تنجري لقيتهم في الكاتريام تبعتهم الكاتريام قعدنا تما يلا الناس الجيران تيصاوبوا تيسولوهم وتيصاوبوا لهم المحاضر ديالهم الدراري ولاد اختي نزلوا لتحت جات هي دخلت هي وراجلها دخلت عاوتاني بوحدها شافتنا وشافت الجيران قاعدين ما كايناش 10 دقائق باش خرجت تدخلوا ولاد اختي بجوجهم تيتجراو تيغوتوا قالعين حوايجهم منا بغات تموت ودارنا في الجناوه تنقولوا لهم غير ما يمكن شكون تيقول لك راه جابت لينا هما خرجوا تيتجراو بالحفه جايه للدار حنا تنغوتوا تنقولوا للبوليس ها العرع تقونا راه ولادنا غادي يضيعوا جينا تنتجراو اللي وصلنا حنا من عرس المعاش للدار هنا لقينا خويا بعدا تضرب اختي كانوا بايضربوها هربات بقينا تنتغاوتوا وهي تجرني اختها المراه شدات اختي كانت بغات تضربها لقفاها جايه ليها بيديها بجوج مشيت انا قدامها دفعتها قلت لها راه بغيتي تقتليها تلقات عليا بواحد الفم فيه ما يتسمع وهي تصرفقني ديك الصرفيقه اللي صرفقتني عاودت انا ضربتها لهنايا وهي تجي بنتها شدتني واحد بنت اختها بثلاثه وما ينزلوني لتحت وشات فين عليا لتحت وجاي داك اللي ضرب خويا جاي بالجنوي بغا يرشقوا فيا المهم حتى جا الدري اللي فكني راه مضروب في يديه من هنا وعبد الاله هو راه فيه جوج شحطات من هنايا انا رجليا هي راه مشينا درنا شهاده طبيه مضروبه في رجليا ومضروبه وهذا الشيء اللي عطى الله اخويا دابا احنا غير الحق ديالنا حنا نطالبوا الحموشي ياخذ لنا حقنا من هذه السيده تعطينا التقر راه قهرتنا من شهر واحد انا جا ولدي دوز غير رمضان مع خالته جا قعد مع خالته راه هما يقول لك راه قال لك ما تيخرجش الناس يشهدوا به طالبوا حنا غير حقنا من هذه السيده تعطينا التقر ودم وخويا اللي داير ديك الحاله وتعطينا التسع من هذا الدرب تخوي علينا الدرب قهرات الجيران كامل العماسي ديالنا جاي بحال لدارنا ما بيا ماليه فتوهم كانوا واقفين واحد الجماعه ديال اربعه اشخاص ثلاثه الدراري وبنت مع مولات الدار فتوهم واحد شويه تقول لهم ها هو انا سمعت جينا وموريتي الجيران وانا نهرب
جيت من دخول الدار لقيتها مسدوده، جيت لات واحد ثلاث جرح حدانا، هذوك لقيتهم كامل مسدودين ضربوني بجنويه، عاوتاني ضربوني الضربه الثانيه، لقيت واحد الدار متكيه عندنا وفرعته وانا نطيح وانا عامس، هما ثلاثه ومعهم بنت، سبب عندنا معهم واحد النيزه انا ماشي ديم شهر واحد وحنا معهم هما اللي تيجيو تيهجمونا تيهجمونا على خوتي ووالديه وتيتموا جايين ديما بالسيوف، طلبنا ماشي باش السلطه تقول لنا الحق من هذا الشيء، شوف لنا حل معنا هذا النساء مهدين مهد الدرب كامل. مشهور واحد هي تقول لك تهدمي قتلها.